السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في فندق داينغ لنكاوي في جزيرة لنكاوي في دولة ماليزيا. نصور غرفة من نوع فاميلي سويت. طبعا فاميلي سويت تحتوي على سرير كينج بيد مع سوفا بيد. طبعا هذا على اليمين هي السوفا بيد، حولوها لسرير للشخص الثالث او الاطفال اذا في اطفال. وهذا السرير الكينج بيد، غرفة من نوع فاميلي سويت. طبعا هذا الحمام الثاني، وهذه البالكوني مع سمول كيتشن نوعا ما. وهذا الإطلالة التابعة للفندق، طبعا البحر في هذه الجهة. فندق داينغ لنكاوي، غرفة من نوع فاميلي سويت.